وهل هناك مانع شرعي في عدم زواج العبد بالشريفة؟ هذا يرجع إلى عدم، إذا لم يحصل فتنة ويحصل شر، إذا كان بيحصل شر وفرقة بين الناس، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من ناحية العقد ومن ناحية الشرع لا بأس، لكن إذا ترتب عليه محذور فلا شك إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى ولو كان مباحا، إذا كان يترتب عليه فتنة وشر أو قتل فإن هذا يتجنب، ولا تثار الفتن وقال هذا مباح ولا علينا من الفتنة، لا ما يجوز هذا، تدرى الفتن. نعم.